طبوا لهم طلع جماعتك وانا طلع جماعتي يلا طلع واحد وبواحد وبالنهايه راح اكتم راسك ما تقدر يا السلام عليكم شو اخباركم اتمنى بخير جاتكم فيديو جديد اتمنى يعجبكم وياكم القرعه وعلاوي شباب اريد منكم طلب بسيط الطلب شنو هو عندي وياكم موضوع اتمنى تتابعون المقدمه اهم شيء المقدمه بالفيديو اتمنى تتابعونها للنهايه حتى تعرفون شنو الموضوع اوكي خلي اسولف لكم عن الحلقه اليوم الحلقه شنو هي مثل ما شفتوا بالحلقه السابقه الملك اعطيناه مهله يومين حتى يجيب لنا الكنز واليوم نروح لان خلصت المهله اليوم نروح ناخذ الكنز من الملك اوكي الموضوع اللي اريد اسولفه لكم شنو هو هواي جاي راسلونه اكثر شيء هسه حاليا اني متعرض له هو رسائل جاي تجيني رسائل بالالاف بالتيك توك وبالانستا حتى انتم ضليتوا تروحون لاصدقاء تروحون لكل شخص اعرفه انه تروحون له تقولوا له علاوي صدق راح يسافر نعم صدق راح اسافر انا راح اسافر بس مو هسه يولد راح اسافر بعد 3 اشهر يعني من حصل الكنز انا راح احصل الكنز هالايام وراح اسافر الدوله الموضوع مهم يعني ظرف مهم لازم انا اروحن وراح اتاخر يلا ارجع يعني تقريبا سنه او سنتين او شهر او شهرين ما اعرف بس انا راح اسافر بعد 3 اشهر موعد السفر مالي 2/1 العفو 2/1 1/2 مدري المهم ركبوها لي بشهر الثاني يوم 1 اوكي يا ولد فمن اسافر مدري امتى ارجع فبهاي 3 اشهر لازم انا احصل الملك الملك شنو لازم احصل الكنز اوكي شوفوا الحلقه اليوم صار بينا شباب هاي صوره من احد المتابعين جابها لي صديق عبد طاقينها هو صديق عبد وقايلين صديقي خل علاوي يحطها بالمعرض ماله اوكي راح اخليها هاي شوفوا وخليتها خاف تقولون علاوي ودينا لها صوره ما خلاها لا خليتها اي شخص عنده صوره يريد يسويها يخليها بالبوم مثل هذا البوم مدري اطار مدري شو اسمه يخليها ويرتبها لي صوره واحده وقرايبه اخليها بالمعرض بس شريط منكم مو تروحون لاهلكم تخبصونهم هسه تطقون صور وتاخذونها للقروه علاوي لا حبيبي اذا انت قريب علي بمنطقتي او هاي طق صوره وطلعها مثل هاي انا راح اخليها بالالبوم ان شاء الله وبعدين اشيلها وادبها بالزباله الشاق وياكم والله الشاق وياكم لا تلغون الاشتراك اوكي يا ولد فشوفوا الفيديو صار ويانا خليكم ويا الفيديو ومش يا اخي والله شباب ورب الكعبة احب الشاقة وياكم يا اخي ترى مو قصدي بس الشاقة والله لو احبكم ما اخليكم هنا انا بغرفتي صح لو لا فوالله العظيم الشاقة اعذروني بس انا قصدي شنو مو انتم تروحون لاهلكم روحوا وصورونا وخلي علاوي يعرضنا لا حبيبي انت طق صورة حتى لو تودي لي اياها انا اطلعها من يمي وانا اخليها بالمعرض مالي لان هذا المعرض شوفوه صاير حشاكم زبالة متروز مدري شنو شوفوا يا اخي شنو يا اريد افتهم شنو ذني شنو جاهل انا مخلي العاب شنو ذني شنو ذني لعابات وما ادري شنو وما ادري اذني اذني يسون اذني شو اسمه مجسمات حلوات اذني حلوات بس اذني شنو فايش قررت اشيل اذني كلهن واخلي صور المتابعين كل فتره اشيل صوره واخلي صوره افتهم يا اخي مقصر وياكم بشي بس انت حتى لايك ما تحطون يلا ما يخالف نخابرك فيما بعد شباب بس لحظه خاف تعيبون علي انا ما جيبن شغله اذا ما بي معنى اوكي هذا شنو الرجل الاخضر كنت اتابعه بالمسلسلات اوكي هذا شنو الجهاز الريموت مال سيارتي هذا شنو هذا اسد تدرون ليش جبت هذا لان انا اخاف من الاسد ومن اشوفه يصير بي اهباط هذا شنو هذا طالب مجتهد راسه كبير وانا احب ذا شخص راسه كبير شوفوا اوكي هذا شنو هذا الرجل العصبي لان انا مرات اصير عصبي هاي شنو هاي كانت حبيبتي بس خليت ولا بعد ما تشوفونها هذا شنو فيل هذا السفينه لان حلمي اصعد سفينه ولحد الان ما صاعد صوره المتابعين هذا شنو بطوط هاي شنو بطوط احب البطوط اوكي هاي شنو هاي بنية شايلة عربانة هذا شنو هذا العشق ناروتو هذا شنو الدولفين
الدولفين، بس طايح حظها الدولفين مالي. هاي اقدم ساعة عندي، هاي الاجهزة اللي اشتريتها شوفوها، هذن اثنين اللي لحد الان عندي، هذا عندي بس هذا ما عندي. هذا شنو؟ هذا ابن اختي الصغير. هاي شني؟ ابنية وياها ولد. هذا فيل. هذا السبلت اشتغل. المهم هاي حضرة الوالدة الله يحفظها ويحفظ امهاتكم، جابت لها هاي، تدرون ليش؟ لان تريدنا اتزوج، وجابت لها هاي عروس وحاضنها العريس مالتها، فجابتها لي وقلت لها ان شاء الله اتزوج. شوفوها، هذولا انتم المتابعين. اوكي، هاي بنوته حلوه قاعده هنا. هذا اذا تعرفونه اكتبوا بالتعليقات، اول اسم من حرفه يو، وكتبوا انتم. هذا الرجل الشيمانه اسميه. هاي شنو هي؟ البنيه الضعيفه. هذا ما ادري منين، هذا ما ادري. حلو، وذني شوفوا، يلا طبوا لي الفيديو. زين الجوكر هسه ما هو ماكو شيء يسوي، طبينا دورنا ما لقيناه. هو ما يحتاج الجوكر ولا لا كاسه يحتاج، هو الملك قال لنا يومين وتعالوا. هسه شنو هسه نروح هسه قبل نروح له يعطينا الكنز. وين تقال سوى الملك؟ ها وين تقال؟ تقال من عنده فره. لا حبيبي ما حد يلعب العاب، بس انا العب العاب. هاي لعبتي شوفها والله يقضى عليك طيحها. شوف هاي شو اسمها؟ لعبة الملك والقروي. هذا السبينار بس يوقف راح نروح للملك. حلو؟ يلا وقف، ماكو هيك، ماكو هيك، راح يطيح. هاي وقف، يلا يا ولد جاهزين ناخذ الكنز نروح؟ يلا وياها. عبد صوت هذا؟ تعال. هاي سيفك. فادي. ايه. هون. عبدول. احمد جاهزين؟ جاهزين. اليوم اذا ما اعطانا الكنز راح يصير قتال، لان لا كاسا لو احنا لو هم، لو احنا لو هم، لان وعدونا نجيب يومين، اعطيتهم مهله يومين يعطونا الكنز. اليوم لازم على الله. حلو، لازم شنو اليوم يعطونا الكنز؟ يعطونا اياه هذا اليوم. انا بتبعت بهم. ايه، اذا ما اعطونا الكنز راح يصير قتال بيناتنا وياهم، لازم نجيبه بالقوه. لان لا كاسا والجوكر ما هم، دورناهم ما هم، وين نلقاهم؟ طالعين يمنا. خاف خاف شو وين؟ خاف يمهم. ها؟ خاف يمهم؟ يمكن لا مو يمهم. والله لو يمهم ما يروحون يمهم، ايش فيك انت؟ خويا تدري لا كاسا والجوكر ليش ما طلعونا؟ لان يدرون بالملك انا اعطيتهم مهله يومين ويجيبوا لي الكنز. هاي يعني يدرون بالمهله اليوم؟ ايه، فانا ليش جبت سيوف؟ على مود المهله انتهت، اذا ما اعطانا الكنز يصير قتال، لو يعطونا الكنز لو نقتلهم. تمام ان شاء الله. يلا مشونا. بس انت مشيني او وياي ايد بيد. تمام يلا كل احنا ايد واحده. هاي وياك على تعالوا من هنا. عبدو طيب عيني، مو تتعورون ترى. شوف هاي مو تتعورون يا ولد. دافع عليك شنو السالفه؟ دير بالك هنا. هاي وين صاروا؟ قدام. عبد الله لابس بجامة جوزية. قول يا ترى عبدول انت تعرف تبارز؟ عبدول ايه. شو الله جابني؟ والله زين عبدول زين. ايه. يلا بعد. يلا شوف راح تحير منين راح اطقك. يلا مو تقمز عبدول، دافع عن روحك. ما مدافع، هو جاي دافع بس اذا قدر الهجمة منك. فاعل اذا السيف مالي لمسك اخذ السيف منك ان شاء الله، لان ما تعرف. هذا البارحة احمد الطائي يقول دربتك. دربت له ولا؟ ايه ايه. اخو ما يفيد جهاز كل شيء. لا اسف. لا ما يفيد. والله ما اسف. يلا ما يفيد. يلا اذا سيفك يلم سيف. يلا بارز وشوف. انا قلت اليوم انا اتدرب بس. يلا عبدول لا فشلني. علاوي ايه؟ اتعور علاوي، عوفه اتعور علاوي. على كيفك شوية مبتدئ هو. ما تفرد فيه السيف. لا تفر بيه. لا تفر سيفك. يلا ما عليك. وفايل. طقه براسي طقه. ما اسرع هسه ما هاجم عليه. يلا هجم عليه. هجم عليه. يعرف يدافع هسه هجم. فوق شوي نعوج هذا. يلا يجي ترى بعد عوج. يلا يلا
وكان القرى وين تقدر تين؟ كف عبدول لا تتراجع. كاف بس هجومك مو قوي. خوش يدافع. دير بالك. شوف التدريبي ما يفشل مع الاسف علي. حبيبي احمد. قد دربته ساعتين؟ لا هواي شنو ساعتين؟ لا زين زين زين. لك انا اخذت يومين اتدرب. زين. احنا متدربين عمي من ذاك اليوم. صح لو لا؟ صح. احنا اخذنا تدريب وحدنا ظلينا ندرب ما حد يدربينا. قد بخينا بالاسبوع. ايه ايه. انا لما تدرب وتو عبدون. ساعتين انا هذا هم عباس تمرن وياه ساعتين ايش فيه؟ لعبت بعون لعب انا. بس انا قوم لنا على اللعب. ها؟ انا قوم لنا. هم خلوها هاي، هم خلوها قوم لنا. شقيت عون شقيت. شقيت. شنو؟ اضرب صوت كنت على اللعب؟ ايه. لا هو صوت. وين هالصوت؟ قدامنا علاوي. قدامنا ورد سوري. شو هذاك شو ما بين علاوي؟ ظلمه دوم. يلا صعدوا. ذولاك هذول سواده. هذولاك. منتظريننا. منتظرين شو؟ حتى مسوينهم خطه. شو تقولون؟ جايب الكنز ويا الملك؟ بلكي. بلكي. علاوي ما يدرون ما يدرون حتى الملك قاعد. الكنز تشوفه؟ لا ما تشوف بس الملك قاعد. اي اي بس هم هي جاهزين غير دفاع للملك مالتهم. علاوي شنو الملك قاعد علاوي يستهزئ. اي اي ما ادري شنو دفاع للملك مالتهم. بس شنو ايش راح نسوي؟ بس احمد ليش قاعد؟ احنا هسه شنو اللي راح نسوي؟ نروح نشوف. احنا اعطيناه مهله يومين. قلنا له يومين تجيب الكنز. اليوم جينا لازم الكنز يمه. بس انت ملاحظ شيء؟ قبل ذن اليومين من جينا الحين راس بس اثنين يوم اربعه. اليوم اربعه. غير المهله يمكن ما يريد يطيح. غير المهله. احتمال احتمال. جوز ما يريد يطيح على الله وانا شوف فرالي علينا مساقط لك انا هي شوف فرالي اخويا احنا جايبين سيوف ما اعطانا الكنز نطبون كتله شنو يلا ما نقدر يلا هي المهله تات بعد دير بالكم يا ولد يا ولد هذول اربعه صدق اربعه اربعه لا شفتهم انا ايه خاف شو اسمه خاف هذا ما جايب الكنز الملك قاعد علاوي الملك قاعد 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 ماكو كنز علاوي هذا رجل على رجل ماكو كنز يا ولد متحامين هذول احمد جد هذا اللي قاعد عليه هو الملك الكنز ايش فيه لا لا طابوق طابوق انا مو قلت لك يضحك علينا هذا ايه دول اربعه يضحك علينا يا ولد على وش يضحكون يستهزئون احنا يضحكون علينا لا ما جايبين كنز يضحكون علينا علاوي حكي علاوي قل وين كنز وين الملك قوم قوم هاتيني يضحك عليك علاوي اوفا تريد شدك جاي وين شو داري جاي علاوي تصيح وين الكنز يا هنا رانينا هنا الكنز وين مو طيتك مهله يومين اعطيتك مهلة يومين، وين الكنز؟ كنز ما انطي انت اعطيتنا حكاية اعطيتنا حكاية ما يصير، مو زين ما انت لو زين ما تجيب الكنز لان اعطيتنا حكاية الكنز عنده ما انطي ليش ما تطي؟ وخذ جماعتك اليوم راح تأذون ما نتأذى اليوم، لو تطينا الكنز لو تصير معركة بيني وبينكم تصير معركة ونكتك هالمرة ورا يا يا ولد طبونهم طبونهم يا ولد لا يا ولد ما تطبوني ما تنوعون
هم أربعة يعني شلون طب؟ إيه طب؟ هم أربعة ولا تخاف منهم؟ لو الملك الملك هلا سيفك قد عبد ها؟ سيفك قد عبد بارك بارك تبارك علوم طبعا وش مالكم؟ الملك دير بالك علوي الملك اسحب جماعتك اسحب جماعتك ارجع عبد علاوي 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 فاضي علاوي اسحبوا اسحبوا يا ولد علاوي تعور علاوي فاضي هاي اخوي هاي شو اسمه الحديده طاقتني بيدي هنا ما في شيء تعال جبان ارجع يا سرمي يا سكوا شوف يا دولا دولا قد يا اسمو يا صدر يا ابني مو منظمين شوف ايش قدرون ولا تنظموا ارجع يا سكري فيديو يا اسمو قد يا هاي صعب هذا المنطق جعفر هذه المره جعفر ارجع شو وده شو وده شو وده هذا شو وده هذا شو بهذا بس هاي قطمون راسه راح يقطمون لي راسي النوبة طاب لهم هيج زرق الضه يا اخي غير يمه هو زرق هو ما عنده سيف شلون يطب يا اخي هو ما عنده سيف شلون طب لهم ليش ما قال على سيف على شيء نطيب ما يقول هي ما شجاعة عاد روح طب لهم الملك جاي ما ادري جاي الملك جاي شو يحكي شو راح يسوون بي؟ شو راح يسوون؟ اثير ارجع لك يا سالم الله 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 يا اخوي ايش طبوا بس انت ما طبوا بدون سيف طبوا لهم سيف طبوا لهم سيف فين ما طبيت مو ما عندك سيف لا طبيت مو ما عندك سيف طبوا غير شو تتفلوا شو احتفلوا ويلا ما طبوا يحتفلون نطب عليهم غفو لا لا احنا ما نقدر شاب بس هم يغدرون ما غدروا صاحبنا هو طب شنو غدروا تعال عبد عفوا عفوا خلي يخلصون هسه حاكي الملك خليهم يضحكون وذا يضحكون لا يستهزئون بينا هذول تنظموا وقفوا لحد الدور خلينا نشوف شو يسوون وقفوا وقفوا خلينا نشوف شو يسوون وين رجيه ودا 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 وين رجيه يا سادوني على جوا رجيه ولا لا وين رجيه وين الكنز حاشيني اليوم الكنز ما تلقاه اليوم ما نروح منا الكنز ما تلقاه شنو ما تلقاه اخذ جماعتك راح تتذون انت مو طايتنا مهله ليش تكذب مو طايتنا راح تتذون كلكم انت طايتني مهله يومين اخذ جواتك وروح ليش تكذب علي لا رجع رجع الجنود احنا ما مسوين شيء هاف اجيت ذيك مره ولقيت ناس اثنين اليوم كاملين وراح اذيكم كلكم اذا ما طايتني خليه يحكي لا خليه يحكي لا اذا ما طايتني الكنز قل يا اذا ما طايتني الكنز هسه اجيب لك راكاسه والجوكر ما تقدر لا انت لا راكاسه والجوكر هذاك اليوم مو انت بدينا وما سويت لك شيء هديتك ها انت زلمه اذا ما تعطينا الكنز بارزنا واحد وباحد مو مطببهم كلهم ها غدارين راح اقول لك بارز واحد وباحد طلع جماعتك وانا طلع جماعتي يلا طلع واحد وبواحد وبالنهاية راح اقطم راسك ما تقدر رجعهم
رجعهم واحد واحد رجعهم أدن ورا ورا إذا ما طلعت واحد راح أجيب لك ناكاسة والجوكر. طلع واحد وباحد وبالأخير إلك تم راسك بسيطة. المرة إذا أكذك ما أريد الكنز، المهم أكدتك اليوم ما أريد الكنز. أنت واحد غدار اعطيتني مهلة يومين، ليش ما وفيت ببعدك؟ اليوم إلا أذبحك. يلا طلع لك واحد. هو جوبانك الساعة مختلفة. أودن ما عنده احتياج. أودن يا أودن 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 من هذا طلعته؟ أودن ما اسمه؟ أودن على ريحك مو عليه اسمه أودن؟ أودن 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 أنا صح بعد ما ثقن بيك بس اعطيني حكاية ما يطب واحد ويغدر. أمريكا بعد ما حد يطب. هو أنت ملك وغدرتنا، تريد هذول الجنود ما يغدرون؟ اعطيني حكاية ما حد يغدر. أنتم كلكم ما تقدروا لي. راح أطلع له واحد ضد هذا أودن. بس لا يغدرون جماعتك. لا يغدرون لهم. يا ديا. يا را يا ها. يا. أحمد الطائي. حبيبي. تعال. تقدر له هذا أودن؟ أقدر له. أريدك الذبح لي هذا. لأن دول خوينا طلعوا. روح. هدي أودن هدي أودن. هدي أودن هدي أودن هدي أودن هدي أودن. أودن. تعال والله ما طلع. اذا ما تقدر وين يا ادم؟ اوفا اوفا كفو غير علي تعال وين يا ادم؟ كفو تعال كفو تعال والله يقدر قوي ما طلع. شوف ايش صار بيها. والله لو باقي شوية كان تكاتله بس انت تعبت. لا قوي تعبت انا تعبني. انت تعبت. هو هم تعب ترى. لا هم تعب. ايه حق. والله تعب. بس لو شوية داتش ايش هاي ما قدرت مو تقول بيدك. وين يقدر هو شنو السالفة؟ غير سيف هو. سيف سيف ثقيل. اي لو باقي شوية. لا بس بطل عجبنا احمد. داشكا. عليا. عليا. لا تريد داشكا. داشكا سبورتا. داشكا سبورتا. يا يريد تبارزه
توش توش علاوي لا تعور علاوي بطل علاوي توشكا توشكا النوبة علي توشكا توشكا سبارتا توشكا سبارتا من يطب التوشكا عون انا طب لي علاوي اقتل هذا توشكا توشكا سبارتا توشكا سبارتا ليش ما قطمت لراسي؟ ما اقدر لا والله لو واحد وياك قوي كلش هاي جت مع عورك هاي انفتحت هاي انفتحت جت مع عورك هاي بس عمي والله بطل بطل شوف اختي السير والله بطل بطل عافيه عون عافيه يلا يا ولد واحد منكم يتجهز هالمرة ما اريد واحد يرجع اريد واحد لو هو مقتول لو يقتل واحد من عندهم خوش عون بطل عون الا شويه عون كاتل الا شويه كاتل يا سواره انا يا سواره انا يا سواره انا يا ولد وين فادي؟ ماذا فادي؟ تعال فادي هذا اسوارة دير بالك منه ترى يغدر طبلة كفو فادي فادي تقدر لا بطل فادي فادي Ah! Ah!
عوفهم دير بالك انت ما يصير تجيب سيفك وين هسه سيفك؟ لا هو طاح بالغلط. سيفك وينه؟ وين سيفك؟ لا هنا اقدر يمكن. هلا هناك فهد عندك؟ لا شلون راح نجيب السيف؟ هلا راح ناخذ. هلا فهد وين انت جواتك؟ قاعدين وريك بري موجودين تكبري يدورون على السيف يريدون ياخذونه. هلا هذا ياخذون سيفنا انت رجعوا يا ولد رجعوا رجع رجع هلا يا هلا دير بالك يردونك هلا يردون بالونك رجعهم على ارجعوكم على الهواء شوي الملك ما جاي يرجعهم غيرت قدام يا قادم طبوني ما ولد يبول عليهم لا افضلهم ابو لا يطبون يطبون قال بس واحد على وقال بس واحد بس واحد شت فقنا طبوني كثير على غدار شت فقنا عبيد ها طب هذا توتا ما ادري شو اسمه توتا ايه بالك من توتا قوي كفى عبد كفى سيفك سيفك لا توقف عبد سيفك ارجع اخذ سيفك كفى عبد كفى بطل عبد تقدرني بطل بطل عبيد توتا توتا كراتي تا كفو عبيد كفو يا عبيد
اشرد عبد ها 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 ارجع ارجع على كيفك مينو روح ايش يومك اذن وين عبد ارجع شفتوني قربانك تعور طيب سيفك طيب سيف منه وين سيفك وين سيفك عبد يا اخي ليش تطوهم سيوفكم راح فلت وين سيفك خذوه راح بعد ثلاث سيوف راح من عندنا هذه اخذوه قبري جيبه نرجعنا سيفك عبد عبد بعد لا تهده شوفكم كضوها بديكم لا حد يطي سيفه كبر يا دوماتكو على جماعه هذا دودا هذا عندك يا يا قدر دودك يا عند سيل زلم قدر ها 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 ارجعون ها يلا ها يلا طلع واحد أدين يراهي يديا يا